الاكتشافات والعلوم. مرحبا بك في عالم الغد فوتوريس. تنتشر المعلومات بكثافة في الأماكن المزدحمة بالناس. باريس مثلاً، محطات المترو في باريس تستخدم من قبل 4.5 مليون شخص يومياً، والهواتف النقالة باتت أمراً لا نستطيع التخلي عنه أثناء تنقلنا. اليوم أصبحنا نحصل على جميع تلك المعلومات من خلال الهواتف الذكية، وذلك من خلال تكنولوجيا رقمية جديدة تتيح لمستخدميها الوصول إلى الكثير من المعلومات التي نحتاجها خلال تنقلنا عبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى سؤال الأشخاص الآخرين. ميوزيك سوفتوير مشروع أوروبي بدأ العمل عليه منذ 4 سنوات، يهدف إلى تطوير جيلا جديدا من التطبيقات الخاصة في الهواتف النقالة كي تصبح قادرة على إتاحة عدد غير محدود من الخدمات الهامة التي يحتاجها الكثير من الناس، وذلك باستخدام معايير مختلفة. ميوزيك سوفتوير طور لاستخدامه بعدة احتياجات، منها الوصول إلى المعلومات التي تتيحها الشبكات المحلية كمكاتب المعلومات عن حركة السير، وهي أيضا تساعد المسافرين والسياح بأن تربطهم مباشرة بمصادر تلك المعلومات. هنا نرى تطبيقا عمليا للنظام، فهو يساعد المتنقلين على التحرك في المدينة بأمان في وسائل النقل العامة، ويمكن لهذا النظام أيضاً أن يقدم المساعدة لكل من يطلبها في الوقت المناسب. نحاول التركيز على السياق المعلوماتي، لذلك يمكننا الوصول إلى الملفات الخاصة بكل مسافر ومعرفة موقعه مهما كانت سرعة الشبكة في محطات المترو، ومن ثم إرسال المعلومات للمسافرين بشكل سريع على هواتفهم النقالة. يمكنني أن أختار مثلا أي موقع، أنظر إلى ملف المسافر وماذا يطلب من معلومات، وأرى أيضا ما هو نوع هواتفهم النقالة، ومن ثم أرسل لهم المعلومات التي يريدونها. في حياتنا اليومية في المدينة نحتاج الكثير من المعلومات، وخاصة السياح الذين يأتون من بلدان مختلفة، وهم أكثر من يحتاج ميوزيك سوفتوير. النظام الذكي يساعد السياح في الوصول إلى جميع الأماكن السياحية التي يريدون الذهاب إليها، وحتى أكثر الأماكن ارتياداً، وهو يقوم أيضاً بتحديد المدة الزمنية التي يحتاجها الزائر مثلاً لرؤية المتحف أو حتى الوصول إليه وكيفية شراء البطاقات. باختصار، هي كل ما يحتاجه الزائر من معلومات مفيدة. النظام الجديد يسمح للهاتف المحمول بالقيام بتطبيقات مختلفة، فعلى سبيل المثال هو مفيد جدا أثناء السفر، وكذلك يساعد السياح ويرشدهم إلى الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها، ويقدم لهم أيضا الخريطة التي يجب اتباعها للوصول للمكان المطلوب، وأيضا يفيد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فيعطيهم معلومات إن كان هناك تأخير أو إذا كان الخط مشغولاً. عندما بدأ العمل على المشروع في أكتوبر تشرين الأول عام 2006، واجه ميوزيك سوفتوير تحدياً كبيراً في الوصول إلى الهدف المحدد المرجو من هذه التقنية. قبل 4 سنوات فقط، القوة التقنية لأجهزة الهواتف وبرامجها كانت أقل تطوراً مما هي عليه الآن، والتقنيات لم تكن موجودة بكثرة مثل ما هي عليه اليوم. والتحدي الكبير هو كيف يمكن تطوير النظام بالرغم من التعقيدات المتزايدة في نفس الوقت. عندما بدأنا في المشروع لم يكن الآيفون معروفاً، وهذه الهواتف الذكية كانت مجرد حلم. لم نتصور يوماً أن نستخدمها، لأننا كنا نستخدم الهاتف العادي. لم نتخيل يوماً أن نكون قادرين على وضعها في جيوبنا. مفتاح التطوير المستقبلي للنظام الحاسوب هي الأنظمة الجديدة الأكثر تعقيداً، وهذا صعب جداً على برنامج واحد أو على مجموعة من البرامج، الإلمام الكامل بكل النظام. فقد تحدث بعض الأخطاء في الترميز، والنظام أيضاً يجب أن يكون مرناً، وذلك للتغلب على هكذا نوع من المشاكل عندما تنشأ. هذا أفضل من أن يفشل النظام المعلوماتي بشكل كامل مثلما يحدث هذه الأيام. Often happen today.
لمعرفة المكان الذي بدأ فيه المشروع ذهبنا إلى تروندهايم في النرويج، التي تعتبر ثالث أكبر مدينة من حيث تواجد الجامعات الكبرى للعلوم والتكنولوجيا. من هذا المكان عملت الجامعة على برمجة وتنسيق نظام عمل الميوزك سوفتوير حتى تقدم للمستخدمين كل الخيارات والبيانات مجاناً. الباحث ستيفن أوليستنسون يفسر لماذا اختاروا هذا العمل في بيئة مفتوحة المصادر. عندما تعمل في بيئة واسعة وتعتمد نهج طريق المصادر المفتوحة، ستكون هناك فرصة لخلق مجتمعات جديدة قادرة على التواصل، وبالتالي يتطور النظام التكنولوجي في نهاية المشروع. في تروندهايم يمكن أن تكتشف تقنيات الميوزك سوفتوير في بعض وسائل النقل العامة، والتي يمكنك أن تستخدمها بشكل جماعي ومباشر، فهو يسمح للركاب في الحافلة الحديث مع بعضهم البعض من خلال غرفة خاصة بالمحادثة، حتى أنه يمكن تبادل الصور من خلالها. ميوزك سوفتوير تقنية تستخدم خدمة بروتوكولية معينة، وهي ما نسميه موقع خدمة البروتوكول. إن مثل هذه التطبيقات التي تعمل على جهاز واحد يمكن أيضا أن تعمل على عدة أجهزة وعدة أنواع من الهواتف، ويمكن استخدامها لإنشاء الاتصال ما بين مجموعات من الناس مهتمين بنفس الموضوع. يمكنني أن أستخدم جهاز الهاتف الخاص بي مثلا هنا، ويمكنني أن أخلق مجموعة هنا، وهكذا عندما يدخل شخص آخر إلى الحافلة يستطيع أن يدخل في نفس النظام الذي يظهر له أيضا الأشخاص المتصلين بالشبكة في نفس الوقت. شبكة ميوزك سوفتوير التي تصل بين جميع أجهزة الهاتف أثناء الاستخدام لا تحتاج إلى نظام المخدم المركزي، فهو يربط المستخدمين بعضهم ببعض مباشرة. ميوزك سوفتوير يستعد الآن لتوفير بنية تقنية قوية لمطوري البرمجيات، وبالتالي الانتقال إلى المستوى الأكثر تطوراً، وذلك لزيادة تدفق البيانات للمستخدمين. الخطوة التالية الآن، سنحاول استخدام نوع آخر من التطبيقات أيضاً، إنشاء المصارف التي تعمل بالنظام العالي التقنية، أي المصارف الذكية والمنازل الذكية، حيث منزلك يتكيف مع رغباتك واحتياجاتك. ميوزك سوفتوير بحسب الخبراء والمختصين سيحظى بفرصة الانتشار الجماهيري الواسع، مما يفتح الطريق أمام الجميع للحصول على التكنولوجيا الحيوية التي تتكيف مع جميع متطلبات حياتنا العصرية.